بتبدا معاكم يوم جديد وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. بنبدا معاكم كمان بموضوع لطيف جدا الحقيقه، وبني ادم يعني كل واحد مننا كده الشخصيات بتاعتنا كلها عباره عن مجموعه من الصفات احنا والناس اللي بنتعامل معاهم، ودايما كل حد كده بتختلف عنده الصفة المفضلة أو الصفة اللي ما بيحبهاش أو ما بيستلطفهاش، إن كان برضو في نفسه أو في الشخصية اللي قدامه. طيب لو جينا سألنا نفسنا كده، إيه الصفة اللي إحنا محتاجينها في نفسنا عشان نعرف نحافظ على علاقتنا بالآخرين؟ هتلاقي إجابات أعتقد إنها تكون مختلفة. يعني هنلاقي حد ممكن يقول مثلا إن أنا أقف على مسافة واحدة مثلا من كل الناس، حد يقول انه ما ثقش زياده في حد، حد يقول انه تكون نيتي كويسه للناس كلها. يعني اعتقد الاجابات هتكون مختلفه. فسؤال حلقتنا النهارده اللي بنبدا بيه حلقتنا مع حضراتكم هو، ايه الصفه اللي احنا محتاجينها في نفسنا او اللي بيحتاجها الانسان في المجمل للحفاظ على علاقته مع الاخرين؟ بس خلينا نعرف من شاذلي الاول، ايه الصفه اللي بيحتاجها الانسان للحفاظ على علاقته بالاخرين؟ هو الموضوع بيتوقف في الاول على فهم الانسان لنفسه. يعني يعرف هو الاول شايف الناس ازاي، وصفاته الحلوه ايه زي ما كنت بتقولي، والصفات الوحشه اللي فيه ايه، وهنا بيقدر يفهم نفسه ويقدر يفهم الاخرين. بشكل عام العلاقات ايا كان نوع هذه العلاقه، علاقات اجتماعيه، علاقات اسريه، علاقات زماله في العمل، فلازم يكون في صفات، وفي صفات مشتركه بالمناسبه للحفاظ على علاقتنا مع الناس. بالنسبه لي انا شايف انه النيه الصافيه دي تعتبر اهم صفه عشان اقدر احافظ على علاقتي بالقدامي، او ان انا افضل على علاقه بالقدامي لو لقيت فيه هذه الصفه، نكون نيته صافيه في التعامل، نكون قاعدين بنتكلم مع بعض، ما يكونش قاعد كده وقلقان من الكلام، اخد بالي من الكلام اللي بقوله معاه، لا ابقى قاعد على راحتي بتكلم بطبيعتي، مش حامل هم كلمه بيقولها بيرميها عشان ياخد من وراها قصد انا ما اعرفوش. وبالمناسبه النيه الصافيه ملهاش علاقه بالشخص ده، يعني انت والشخص ده بتحبوا بعض قوي او لا، اصحاب قوي او لا، هو في حاجه اسمها نيتي صافيه او انا شخص محترم بحترم الكلام اللي بيتقال قدامي او بحترم الشخص اللي قدامي، فده معناه زي ما انت بتقول انه لا اخد الكلام بمعنى مغاير، ولا انا اروح انقل الكلام ولا اغير الكلام، واتمنى الخير عامه للناس. يعني النيه الصافيه دي كده مجموعه حاجات وبعض حاجات كتيره فعلا. دي حاجات كتيره. وفي حاجه كمان برضو من ضمن الحاجات، ان انا اسيب مسافه. كان عندنا دكتوره من كام يوم برضو فتنا في صباح الخير يا مصر في علم الاجتماع، وكانت بتتكلم عن ان احنا لازم نسيب مسافه بين الازواج. متخيلين؟ يعني الزوج وزوجته يسيبوا مسافه بينهم وبين بعض، يسيبوا مساحه. فتخيلوا بقى في علاقاتنا الاجتماعيه، وعلاقاتنا مع الزملاء في العمل، علاقاتنا مع اصدقائنا، علاقاتنا مع الناس كلها، لازم يكون في مسافه، يكون في قدر من الخصوصيه. لكن ارجع واكد ان هي صافيه، او زي ما احنا بنقول دلوقتي ايه، السلكان. صحيح، احنا دايما بنقول كده دلوقتي عشان الشباب الجديد اللي هو 15 سنه يقول لك السلكان. صح. فلازم الانسان يكون سالك كده وهو بيتعامل مع الناس، ما يكونش بيحمل اي ضغينه وهو بيتكلم مع الناس، ما يكونش من وراء كلامه قصد الناس ما تفهموش او اللي قاعد قدامه ما يفهموش، لا لازم يكون واضح وصريح ونيته صافيه. صحيح. بالنسبه لك ايه، صفات ولا صفه؟ لا صفات الحقيقه، صفات. لا هي صفات. طب احنا هنختار صفه واحده عشان السؤال بيقول صفه. طيب يعني معلش، طب انا بما اني مذيعه ممكن اختار اثنين؟ لا والله بص، هو زي ما انت قلت كده المسافه، الاول اقدر اصلا قبل ما اختار الصفه اقدر انا علاقتي باللي قدامي ايه. ابقى عارفه مكاني بالظبط عند اللي قدامي ايه، وكمان انا عايزه اكون في حياه هذا الشخص ايه، واتعامل على اساس بقى الموضوع ده. يعني انا حتى الناس كلها زي ما انت قلت نقف على مسافه، يبقى خلي فيه مساحه، حتى لو حد بنحبه جدا نخلي فيه مساحه ما نخنقش اللي قدامنا، نسمع كويس قوي للي قدامنا، نديله وقت، دي حاجه كمان مهمه جدا. ده بالنسبه للناس القريبين. الناس اللي مش قريبين زي ما انت قلت ان هي الصافيه، التعامل من غير نفاق ولا رياء عشان اللي قدامك ما يتوقعش منك زياده او اقل فتدخل في مشكله اكبر، لان التوقعات دي بتعمل مشاكل كتير قوي، زي ما بيقولوا كده الاكسبكتيشنز دي بتعمل مشاكل كتير جدا ان كانت اقل او اعلى. مظبوط. فيعني العلاقات عامة عشان نحافظ عليها هي محتاجة مجهود، ومش معنى ان انا عايزة احافظ على علاقة يبقى لازم علاقة تكون قريبة لقلبي او قريبة مني. ممكن حد انا بحترمه، شخص انا بحترمه، اقدره، شخص عنده علم، شخص يعني مش لازم خالص شخص يكون بحبه قوي. يعني في نقطة بقى تانية غير موضوع، يعني هطلع شوية بره الصفة اللي بيحتاجها الانسان للحفاظ على علاقاته دي، فكرة انه انا خلينا نقول انا ما بحبش حد، او مش ما بحبش، ما فيش يعني بينا ود، مش حابين بعض، بتحصل. تمام. في مشكله انه احنا ساعات بندي نفسنا الحق ان احنا لما بنحبش حد نسمح ان حد يتكلم عليه قدامنا، او نسمح انه
احنا نفسنا نتكلم عليه وننتقده. لا على فكره هو الاحترام فعلا ملوش اي علاقه تماما بالحب. الاحترام والاحترام ده مبدئيا بيكون لنفسي قبل ما يكون للشخص اللي قدامي. فلو انا بحترم نفسي بعيد انا بحب الشخص اللي قدامي او لا، في قواعد عشان نعرف نتعامل مع ناس باحترام. الحب ده مرحله تانية خالص. فاعتقد دلوقتي احنا فعلا محتاجين ان احنا نعيد تقييم فكره الصفات اللي احنا بنحتاجها عشان نتعامل مع بعض، لان الدنيا فعلا دلوقتي بقت متسارعه جدا يا شاذلي. بقى في حاجات كتير يعني خارجه عن ايدينا، ممكن تضايقنا، ممكن تضغط علينا، فحاسه ان احنا اللي بنهون على بعض واحنا اللي بنصعبها على بعض في نفس الوقت كمان. مظبوط. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه الصفه اللي من وجهه نظر حضراتكم نحتاجها عشان نقدر نحافظ على علاقتنا بالاخرين؟ مستنيين اجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده ونستفيد ونحافظ على علاقتنا ببعض. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا، اطمني على حاله الطقس وجاوبنا على سؤال حلقتنا النهارده. ايه الصفه اللي الانسان بيحتاجها عشان تستمر علاقته مع الاخرين؟ صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد، صباح الخير يا جوانا، صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. قولي لنا بقى ايه اجابه السؤال يا دينا؟ اجابه السؤال، انا عندي عده صفات زي ما انت يمكن كنت بتقولي، بس من اهمها بالنسبه لي ان انا لازم اراعي مشاعر الاخرين واراعي ظروف الاخرين. دي مهمه جدا. صحيح، لان اوقات كتيره قوي الناس بتبقى بتمر بظروف مش بتتكلم عنها، فانت بتاخد عنهم انطباع مش حلو او بتحكم عليهم يعني حكم مش كويس على طريقتهم وطبيعتهم. طالما انت مش عايش القصه بتاعتهم او حياتهم او ظروفهم ما تحكمش عليهم ابدا. وكمان ان انا اراعي مشاعرهم، يعني ما ينفعش ان انا اخلط ما بين التهريج وان انا اقول كلام جارح او يجرح في شكلهم او في شخصيتهم او في طباعهم. ما تباهاش باي حاجه عندي مش عند غيري. الحاجات دي كلها بتفرق قوي في العلاقات الانسانيه، لان دي فعلا اللي بتدينا بقاء ليها، ان انا راعي مشاعر الناس اللي حواليا كلهم، وفي نفس الوقت كمان اراعي ظروفهم علشان يعني بالطبيعه اكيد هم هيعملوا نفس التصرف معاك بعد كده. على اي حال خلينا نروح دلوقتي ناخد حضراتكم لبعض التعليقات على سؤال حلقتنا النهارده. سؤال حلقتنا النهارده مره ثانيه، وايه الصفه اللي من وجهه نظركم المفروض تكون موجوده عشان الناس تحافظ على علاقتها ببعض؟ تعال نشوف بعض التعليقات يا شاذلي. يعني يا استاذ اشرف عمران بيقول صباح الخير والفل والياسمين عليكم، الصفه هي الاهتمام وعدم الكذب. في نرمين هاشم بتقول صباح الخير على كل الموجودين في الاستوديو، احلى صباح ليكم من مطروح. صباح الخير عليك يا نرمين. بتقول علشان تعرف تحافظ على علاقتك بالناس هي الاحترام والوفاء بالعهد، وانك تكون قد كلامك وقد اللي انت بتقوله، لانه والله العظيم لو ما كنتش قد اللي انت بتقوله هتطلع قدامهم مش قد كلامك وهتنزل من نظرهم قوي. عامه دي نقطه مهمه، مش الحفاظ على الناس بقى كمان، علاقتك بالناس دي، حتى الحفاظ لو عندك اولاد، حفاظ على علاقتك باولادك، لو الحفاظ على علاقتك باهلك باصحابك باي حد. الحقيقه فكره ان انت تكون قد كلامك وتحافظ على الوعد دي مهمه جدا. في جيهان محمد بتقول صباح النور والسرور عليكم جميعا، الصدق وخفة الدم والبشاشة وحسن النية التي تعني عدم فهم الذي أمامك بشكل خاطئ وعدم توقع الكثير، نقطة التوقع اللي كنت بتكلمي عنها في البداية يا جمال، وعدم التملق، دي أهم صفات الذكاء الاجتماعي. فعلا كل ده بيتلخص فعلا في الذكاء الاجتماعي. صحيح. طيب في علاء هارون بيصبح علينا وبيقول عشان تعرف تحافظ على علاقتك بالناس لازم يكون عندك صفات كتير زي الوفاء وأمانة وصدق واحترام عشان الناس كلها تحبك، وأن الصدق هو أحلى صفة في أي إنسان. ده من وجهة نظر أستاذ علاء هارون. في محمد حسني بيقول أهم صفة بيحتاجها الإنسان للحفاظ على علاقته بالآخرين هو أنه أفهم الشخص اللي قدامي كويس. نقطة مهمة، كل إنسان ليه برمجة مختلفة عن التاني، يعني لما شخص يختلف معايا في الرأي المفروض ما زعلش منه، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مظبوط. صحيح. طيب في عبد الوكيل عبد الرحمن بيقول صباح الخير عليكم، أهم صفة لازم تكون موجودة هي التسامح، ولما تحصل مشكلة ما أقولش أسيبه لما يهدى عشان النار لما تهدى بتكون كلت كل حاجة. أنا مش قادرة أتفق 100%. يعني احيانا لا لازم تسيب اللي قدامك يهدى عشان الموضوع ما يتصعدش وما يبقاش في لحظه عصبيه يطلع كلام ممكن يوجع الطرفين. ومش دايما يعني التسامح برده طبعا مهم في معظم الاوقات، لكن احيانا بيكون لازم ناخد موقف برده. الكلام ده بينفع مع الصحاب اللي انت بتقوليه، لكن مع المتجوزين ما بينفعش. فكره ان اسيب اللي قدامي يهدى شويه ده ما ينفعش مع المتجوزين، ده ينفع مع الصحاب. ده بالعكس، ده ينفع قبل اي حاجه مع المتجوزين. ماشي. اعتقد يعني. بص دينا بتشاورني بتقولي. في محمد حماد بيقول صباح الخير عليكم، اهم الصفات هي الاحترام وترك المسافات ومعرفه شخصيه الصديق لحسن التعامل معاه.
طيب في عزة محمد قالت صفة مهمة جدا والله، تغافل. ان احنا نعدي لبعض. دي فكرة حاجة مهمة يعني، برضو تتماشى مع اللي دينا قالته، فكرة انه نعدي لبعض ونفهم ظروف بعض من غير ما نحكم على بعض يعني. في عشان نحافظ على غيرنا لازم الإخلاص والباقي كله سهل، ده الأستاذ أشرف نصر الدين. في كمان السيد هجرس بيقول من وجهة نظري الاحترام. في وعد أحمد بتقول صباح السعادة عليكم، لازم نتحكم في نفسنا وقت الغضب، ودي طبعا صفة للأسف مش عندي، بتخليني أخسر كل اللي حواليا عشان أنا بقول اللي بيجي في دماغي واللي يحصل يحصل. في ناس فعلا ما بتفكرش في الكلام قبل ما بتقول للأسف. في ناس تعتبر دي طيبة على فكرة. لا بقى دي بقى دي نقطة بقى لازم نوضحها، لا دي مش طيبة خالص يعني، ملهاش علاقة. في ناس قلبه على لسانه، لا يعني حتى لو قلبي على لساني واللي في قلبي هيجرح اللي قدامي مش لازم خالص يكون على لساني. في محمود الديب بيقول الكلمة الحلوة ليها أثر كبير والصدق في المعاملة. أي الصفة اللي بتحتاجها أو بيحتاج الإنسان للحفاظ على علاقاته مع الآخرين. محمد عناني بيقول صباح الفل عليكم، الكلمة الحلوة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب في دينا رسلان بتقول الصفة هي إنك تكون حدودي جدا لأن العشم وحش. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليك يا دينا. في أحمد خالد بيقول من خارج مصر بصبح عليكم، التحفظ ووضع الحدود عند التجاوز من الأمور التي حفظ مكانة الشخص وعلاقته مع الآخرين، أو يعني حفظ مكانة الشخص وعلاقته مع الآخرين. في ماهر عطلة بيقول يكون راجل بس كده. طبعا ما دي تحمل صفات كتيره بقى يعني. يكون راجل دي الموضوع كبير. طب يعني كبير قوي. وبالنسبه طب هي للسيده تعمل ايه؟ اكيد هيكتب لها تعليق تاني دلوقتي يقول لنا. في اشرقه شلبي بتصبح علينا وتقول اتمنى يوم جميل للمصريين كلهم، الاحترام المتبادل بين الناس والاخلاق والمواد. طيب في عبد ابو فهيم بيقول صباح الخير، للحفاظ على بعضنا لازم يكون في بيننا الاحترام والثقه والتفاهم. في ممتاز المصري الاحترام. محمد مصري القيم والاخلاق الحميده والصدق. وصباح الخير على اهل ابو حمص الكرام. صباح الخير عليك. صباح الفل على كل الناس البحيره. احمد العفيفي بيقول المهم الصدق. احمد السندوبي بيقول التسامح والحب المتبادل بين الناس والجدعنه. صباح الخير. صباح الخير عليك. صباح الفل. في هشام الهواري بيقول عشان نحافظ على علاقاتنا بالاخرين لازم يكون في تسامح، ودي اسمى صفات الانسانيه. طيب في هدى حسن بتصبح علينا كلنا احنا وكل زمايلنا اللي معانا في البرنامج، وبتقول احنا محتاجين الصدق والامانه عشان فيهم الكلمه الحلوه وطيب الخاطر. طيب في اشرف جابر بيقول صباح الخير عليكم جميعا، انا بقول ان التواضع واحترام الاخر من اهم الصفات اللي بتحافظ على علاقاتك بالاخرين. يعني في الحقيقة تعليقات كتير جدا، بس هو واضح ان في تعليقات كتير بتدور حول الثقة والاحترام ويعني وجبر الخواطر. طب في ايه المشكلة جاية منين؟ ما الناس عارفة ايه؟ ايه اللي حصل؟ هم دول الناس الطيبين اللي بيكتبوا لنا تعليقات. الطرف الاخر ربنا يكتر منكم والله. في طيب في بهاء الحبوني بيقول اتمنى اقول تكون قلت اسم حضرتك صح، بيقول المعامله الحسنه والاخلاق الطيبه والبساطه في التعامل. محمود الديب بيقول صباح الخير عليكم، الكلمه الحلوه ليها اثر كبير جدا والصدق في المعامله. طيب يعني مستنيين برضو تعليقات اكتر من حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض.